السلام عليكم فتيشة. السلام عليكم. عاد بعد ما سنتين واروحي مدة عاد وكمان بليكيري وسوء أغبشان خلك وسوء بالحسين عاد بعد ما سنتين. كل سرعة أوكتين شنقف بنقطة جنان. شان تقف كل ما أنت قبل أي بسوط حشموي يعني أنا ماشي جو عمرة يا كل ما يجو واحد كانوا مستعجل حلو مستعجل حلو يعني إن الشيخو أما شان كعديو بروسس كان أضيعش أي شيء يعني إنه عدالة أها مسألة عد أنا ماشي كعديو ربع كل قاب كأنا جمر كان يروح بحيني أن كل شيء ني أو لسوق الرياب هنا يهد صدح بقاعد تقول لي سبحان فاتحة إيهد عليك كل وحان هاي قف قولي فاتحة القاعتي سنة فاتحة القاعتينا خلال بلان بان آد إياد قدر يمي حدنا وحان إنك حسنا يا إنا فاتحك لأي مرتان بسم الله يا رب الرحمن الرحيم عليك يوم الدين إياك نعم الدياك بسم الله يا رب طلو بروسس كدك قارفة تهيو كهرين قارنا كرة ديليجيتس إلكشن بان سمعيني إلكشن كهرون قاب كإلنك إلكشن كلو سمعين لها آدي آد بان أغو بارن ديجني لابد غابرانو تاقنائين ويكو قناعين سنة تركة سنة الشيغي مالين إراد بو عطسلي أسوة تحايو فيس الوقت أمبهلين مشاكل كي سنن هل المعلن هلو ضربوا لهاي وان كي يلغي كلي دي لقيت كي الاكشن معلومات ما كان سمينينا ولكي باقو صبحي فيصل عباس باقو صبحي سيلا الشيخي وارون بروسيس كاس انا كود حجري انا باتسبانت كاها عدالت بو اها عدالت بو اها بقل كيو بقل كل أسبوعين وهاي دهان أسيوكو بالي كوشين وسيم شنداني سيم شنداني أبي رسالة توقع على رأي اللي رأيي سبيتش دي أدم عم بحشي أنا جن أد بنوق ياقني كل بن أدم ما بدلي ماله أصلا وحكي في شيء فرشيدا فركشيدا ما أنت مش أنجوكته هذا هذا أنا تشكيليان أي وقت السيان إلى فلسطين وحنفلا يا سنة إنه مل لقاعدين أنا كل دراوهان شنقط ما كنت أجنن فركي شك بالله جرها كلا جرسي صمالة كلام غير ولد دقنا كل واحد ده ما كان أركان وإذا كان واحد صو قلنا إذا كان واحد صو قلنا بل حلقه فلوك هنا أنا جمانتا إذا دراوهان هاي حلقة فانصوب حسناي سعد دارلان كصوب حسناي فركيشة فركيشة بلو أداتهين نينكا عنصوب حسناي نلقى هذا دانا عينا ديش ويكا صوتماتي ديش دانا حد فركيشة مرويسا وحي سعد دانا بلدو حرر فركيشة اي سيقا دو دولد اي دولد اي فركيشة اي ليل اي سود اللي سالو باهاي ناي أنا رم أنتي صرفت عن أسوء استعجال قبل ما أسوء رم كمل قناعي هذا لكن مركز توحيد حجوه أي قف كجافنا أقل من مدير كاونتي إنه نن بيزنس مان بيزنس أورينتيد أن إنتربرينا إنه يعني أدري كسر أودري مركز تودك إشيعان إكسبرينس أو experience معناه ده حاجة هو ده قاب كأوفة هالسنين قاب كده ونا مثلا يعني أنا هلو ترى إنسان هاي experience هذا الحاجة هو أنفصل عن كبر حشوب معها سنة وقف وملك سوشقي أو درود ما سوشقي أفترض سنة زو معها experience كمعنيه سقوق قاب كأوفة مايو ورتو بوسيشن كده ما يشل دورة وقمنا بوسيشن كاس محاوايو ومامل مانجمنت مويان نين كاستو جامعة تغي بيزيك ديجري هيستو
oo wax soo maamulay uu awooda inuu qabto wali waxa uu sii fiican qof businessman ah oo asaga kambanigiisa soo kiciyay meel soo gaarsiiyay baa ku haboon oo meesha inuu qabto dadka maykay dhahaan dawlad buu u shaqaynayay afartan sana u shaqaynayay macnaheeda ma aha inaa qofka kaleeto oo privateka kambaniga soo maamulaya inaa ugu fiican tahay ma aha saas baa aaminsanahay ani oo ugu fiicna haddaad hadda fiirisid iskoolaadka private schoolska iyo public schoolska markaan fiirino qof kasta wuxuu jecel yahay cunugiisa haduu awoodo inuu geysto school private ah sababta maxayd maamulka yaa ka fiican kan publica resultigii natiijadii ciyaalka helayeen baa aad ugu wanaagsanaanaysa kan publica thatis waxaa ku sugaysaa meesha private sectorga qofka kambanigii oo uu maamushay inuu yacni perfect u yahay uu aada ugu fiican yahay ninka publica khaasatan weliba annaga dalad afrikaan markaan nahay waa corruption baa iska meelka iska jiro qofka markuu kuleeyahay afartan sana aan dowlad xafiis aan usoo shaqaynayay subax kasto meesha xafiis markuu tago jacketku meesha saarnaa uu isku day hadduu fikiraya wuxuu ka fikiraya qaabka wax loo qabo qaabka mashruuc waxa uu ka fikiraya meesha uu kan private uu ka fikirayo hal abuur see wax usoo saartaa ninkii bacshariadiisa profit soo saartaa baa social profit bulshada u keeni kara saasa aaminsanaa ani qofkii profit at his own business faa'id soo saartaa baa waxaa soo saari karaa social profit bulshada dhexdeeda taas baan aaminsanahay saa hadday tahana kulley walaalkeen faysal abdiraxmaan yaas bin entrepreneur waa nin bacshariadiisa oo haysto is managing multi-billion private business waa ninka nooga haboon maanta ilaah aan ka beryahay isaga waa ani waxaan aaminsanahay ani haddaan heli waayey inuu isaga qaabka u fikiraaya isagaoana isku mid nahay yacni qaabkaan u fikirayno waa isku mid maxaan saasaa dareensanahay soo furkeysha anaga haddaan nahay alxamdulilah qof the right person oo countigaa ku fiican waa haysanaa waa ilaahay baa nasoo sii fursadaan annaga yaa iska bardaraynin fursadaan annaga yaa iska bardaraynin dhexdeena furkoosho dhexdeeda wax la sheesheegi waxa laga tago danta guud madeera county hala fiirsho tan kale hakuna mtu amezaliwa akijua kila mtu maisha lazima inaanzia mahali dadku waxay dhahaan faysal dad ma yaqaan hakuna mtu amezaliwa akijua kila mtu atajua ana nia ya kujua faysal kwa hii muda kidogo tulikuwa na yeye nimeona ananiya kujua so hiyo si taas ceeb ma aha walaalkeena waqti aan seenna dadka ha barto barashada dadka wax weyn ma aha dhowr raali haddaa la sameeyo dadkii way kulmayaan waa isbarnayaa wax weyn ma aha taas cilad yaa looga dhigin walaalkeen anatosha hii kaziya mandera county government kulley hadda waan bilownay furkeysha aniga warkayga waxaan kusoo koobayaa walaalkeen faysal laba gacan aan ku qaadno qura hoos quraanyow aan gaarsinno markaa kadibna reer maneera u bandhigno saas iyo nabadgelyo insha allah.